وبمناسبة الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لموقع تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيد محمد بن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين. نرحب بك في نشرة الثالثة سيد محمد. تأتي هذه الزيارة لسمو ولي العهد وهي الثانية التي تفضل بها إلى موقع تشييد توسعة مطار البحرين الدولي، ما الذي تشكله هذه الزيارة وما هي أيضا مستجدات المشروع حتى هذه اللحظة؟ إذا تسمح لي في البداية شاكر لك على الاستضافة. في البداية أحب باسمي وباسم إخواني وأخواتي منتسبي شركة مطار البحرين وجميع شركائنا في مطار البحرين الدولي وفرق العمل المسؤولة عن تطوير مشروع مبنى المسافرين الجديد أن أرفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان على تفضله بزيارة موقع تشييد المشروع. الزيارة أتت في وقت مهم في عمر المشروع وهي تمثل دفعة قوية للاستمرار في تحقيق رؤية سموه الاقتصادية لتطوير قطاع المواصلات والمضي قدما في تنفيذ المشروع حسب الخطة المعدلة إن شاء الله اللي راح نبتدي في تشغيل المبنى الجديد في نهاية أكتوبر القادم. نعم، أيضا حسب التصريحات الأخيرة لسعادة وزير المواصلات والاتصالات وهو أيضا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين بأنه تم اليوم الانتهاء من تركيب نظام مناولة الأمتعة في مبنى المسافرين الجديد بما يهيئ الأرضية المناسبة للتجارب التشغيلية للمبنى. كيف يسهم هذا النظام في الإعداد للتجارب التشغيلية للمبنى؟ طبعا مبنى المسافرين الجديد يمثل تقريبا من ناحية الحجم 4 أضعاف مبنى المسافرين الحالي ويحتوي على مجموعة من الأنظمة الجديدة اللي تم تركيبها كثير منها للمرة الأولى في مطار البحرين الدولي. نظام مناولة الأمتعة يعد النظام الأهم في جميع هذه الأنظمة. هو يمثل عصب عمليات التشغيل وتسجيل من لحظة تسجيل المسافرين إلى شحن أمتعتهم على الطائرات المغادرة وبالمثل من وصول المسافرين إلى مطار البحرين إلى استلامهم الأمتعة في قاعة الأمتعة المخصصة لذلك. فهو نظام جدا حيوي ونظام يتعامل مع أنظمة أخرى منها على سبيل المثال نظام فحص الأمتعة اللي تم آليا عن طريق فحص الأمتعة اللي راح تركب إلى الطائرة. فهو نظام جدا حيوي الانتهاء منه في هذه الوقت من عمر المشروع هو خطوة جدا إيجابية راح تمكننا إن شاء الله خلال الأسابيع والأشهر القادمة من اختبار النظام ذي وضمان جاهزيته للعمليات التشغيل في أكتوبر. أيضا أشاد سموه بالكفاءات والكوادر الوطنية التي تعمل في هذه المنشأة. شركة مطار البحرين أيضا دشنت البرنامج التدريبي التحليق في عام 2014 وحتى اليوم استوعب عددا من الشباب والشابات الذين يخدمون كافة القطاعات في المطار. كيف يسهم هذا البرنامج في تغطية الأعمال منذ بدء عملية الإنشاءات وحتى اليوم؟ البرنامج تم التفكير به في عام 2013 وتدشينه رسميا في عام 2014 مع بداية أعمال التصاميم والإنشاء اللي تمت في 2016. والبرنامج مر حاليا على 3 مراحل. المرحلة الأولى تمثلت في توظيف 20 خريجي جامعات. المرحلة الثانية كذلك 20 والآن بلغ إجمالي المشاركين في البرنامج تقريبا 85 خريج بحريني في جميع المجالات اللي يحتاجها عمل المطار إن كانت هندسية أو في إدارة المعلومات أو في إدارة التشغيل في مبنى المطار. فهو برنامج إن شاء الله راح يستمر في المستقبل وراح يردف قطاع الطيران في البحرين بالكفاءات القادرة على تسيير هذا القطاع بكفاءة. إن شاء الله. ما هي أيضا خططكم التدريبية المستقبلية لإعداد منظومة عمل متكاملة تقوم على تشغيل مطار البحرين الجديد؟
فاحنا الان بدينا مراحل التجارب التشغيليه. التجارب التشغيلية تتطلب إعداد جميع العاملين في المطار وتدريبهم على الأجهزة الجديدة. فالخطة تقضي بتدريب ما يقارب 5800 عامل في المطار، إن كانوا في شركة مطار البحرين أو من شركائنا في المطار، على التدريب على جميع الأنشطة والأجهزة الجديدة في المطار. البرنامج ذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التدريب التأهيلي اللي راح يأهل جميع المشاركين في التعرف على مبنى المسافرين الجديد. نعم. البرنامج الثاني هو تدريب على أنظمة الإجراءات التشغيلية، والبرنامج الثالث هو التدريب من قبل المقاولين اللي وفروا العمليات. ذي الثلاث برامج راح تستمر معانا من الآن إلى شهر سبتمبر قبل لنبتدي التشغيل الفعلي للمطار. نعم سيد محمد الفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، شكرا جزيلا على تواجدك معنا هنا في نشرة الثالثة. شكرا على الاستضافة. شكرا.